سياسة الاغتيالات التي مارسها نتنياهو وباغتيال يعني قائد الهرم السياسي لحركة حماس حاليا، هل تقرب الاحتلال حقيقة من تحقيق الأهداف كما يروج لذلك نتنياهو؟ لا، أعتقد أن الإجابة ببساطة لا. نحن نعلم جميعا، وهذا ما يكتب حتى يعني مفكرين وقادة في داخل الكيان الصهيوني، ربما بالأمس كتب إسحاق بريك الجنرال المتقاعد المعروف، ولذلك هذا معروف أصلا. لا يعني هو مجرد عمل تكتيكي وعمل يتسم بالغدر والخيانة، وأصبح بسلوك العصابات. يعني ما الذي يمكن أن يقدم اغتيال الشيخ الأستاذ الشهيد إسماعيل هنية؟ هذا لا يمكن أن يحقق، لا يصب في خانة أي منجز استراتيجي، إنما مجرد عمل تكتيكي، مردودات الاستراتيجية على العكس من ذلك. يعني نعلم الآن أن الردود على هذا ستكون حتمية، سواء كانت من إيران نفسها، وسيكون هجوم ليس فقط كما حدث في إبريل نيسان الماضي مجرد استعراض للقوة، أعتقد أنه سيكون هناك استخدام للقوة، وهذا فرق فضلا طبعا عن تنسيق مع بقية الجبهات، سواء في لبنان الجبهة الشمالية وكذلك اليمن العراق، فضلا عن وجود المقاومة في فلسطين سواء كانت في غزة وقد تلتهب في الضفة وحتى في الداخل. إذا ما يقوم به نتنياهو هو عبارة عن فقط جر المحاولة، جر المنطقة، الهروب إلى الإمام في محاولة توسيع هذا الصراع، لأنه هي السردية الأساسية من البداية التي صدرها الاحتلال بقيادة نتنياهو، أنه لا يواجه حركة تحرر فلسطينية وحركة مقاومة، إنما هو يواجه يعني خصم إقليمي شرس وهو إيران، لديه وكلاء في المنطقة، وهو يريد أن يثبت هذا، ويريد أن يجر الولايات المتحدة الأمريكية التي هي في لحظة تحول جيوسياسي، تريد أن تذهب باتجاه المحيطين الهادي والهندي ومواجهة الصين، وبالتالي قبل أن تخرج يريد أن يورطها وأن يصفي هذا المحور. لكن هذا بالتأكيد سيرتد، سوف نرى أن هذا الكيان الاحتلال الاستيطاني هو في شك، لحظة شك وجودي في العقد الثامن وشك في قدرته على مدى 10 أشهر لم يستطع أن يحقق أي إنجاز استراتيجي، إنما مجرد إنجازات تكتيكية. ونعلم أن هذه الدولة أصبحت منبوذة مطاردة قانونيا، وأصبح هناك يعني حالة نبذ، وحتى حليفها الولايات المتحدة الأمريكية يشعر بإحراج كبير ولا يعرف ما يفعل. هو حاول منذ 10 شهور أن يردع، أي تتحول هذا المواجهة مع الاحتلال الصهيوني إلى حرب إقليمية، ولكن واضح مع هذه الإدارة البائسة أن الأمور ستنجر لاحقا، وبالتالي أعتقد أن نتنياهو قد تورط في لحظات من محاولة استعادة الردع، لأن كل هذا الأمر محاولة استعادة الردع، ونعلم أن الردع منذ 7 أكتوبر انتهت أسطورة الردع والجيش الذي لا يقهر، وأصبح في الميدان وضعه بائس، وحتى التقديرات الإسرائيلية تقول أنه لا يمكن أن يخوض أصلا حربين في آن واحد. أعتقد مع بالعكس أن هذه اللحظة ربما مناسبة تاريخيا لشن هجوم واسع من قبل يعني الجبهة الشمالية الفلسطينية اللبنانية وبقية الجبهات، وأعتقد أن هذا الكيان يعيش لحظة شك وجودي، يريد أن يستعيد كل يعني الأساطير المؤسسة لهذا الكيان سواء الدينية أو القومية، من أسطورة مسعدة مسادة إلى شمشون إلى كل هذه الأساطير، ويريد أن يثبت بأنه قوة لا تزال تتمتلك قوة المبادرة والردع والحسم. لكن نعلم أن هذا أصبح من الماضي، لا يوجد أي خبير استراتيجي في العالم ولا عسكري ولا مفكر يرى أن هذا الكيان مضمون وجوده لأكثر، وبالتالي اغتيال الشهيد إسماعيل هنية هو خطأ فادح وقع في هذا الكيان، ولذلك شاهدنا حتى أنه لم يرد أن يعترف بشكل صريح بهذا، وبالتالي حاول يعني أن يلقي الأمر مفتوحا لأنه يدرك عواقب مثل هذا الأمر، لكن لا أعتقد أنه قد قدر هذه العواقب بشكل أو بآخر، وكان يراهن ربما على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وحتى دول المنطقة للضغط على إيران وبقية يعني حرف فصائل المقاومة لتضبط نفسه، وبالتالي يعيد توازن قوة الردع. لكن هذا أعتقد أصبح شيء من الماضي، وأن هذا الكيان يعيش بداية انهيار هذا المشروع الكوني الاستيطاني.